السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم. انا يا سهام وهذا الجزء الثالث ونهار الرابع من الفواياج. الجزء الاول كان في نوفو برونزويك في ادمونستون، الجزء الثاني كان في الغاسبيزي، والجزء الثالث غادي هو اللي هو تاع اليوم غادي يكون في الغيموسكي اللي غيكون الجزء الاخير. من بعد غادي نمشيو نرجعوا للدار. خرجنا من غاسبيزي، دابا عندنا تقريبا شي ساعه، بقى لنا ساعتين ونص من الغاسبيزي الغيموسكي. 250-260 كيلومتر تقريبا، ما عقلتش بالضبط، ثلاثة تاع السوايع. عقل بان الجي بي اس قالت لي ثلاثة تاع السوايع. غادي نوصلوا تما ونعاودوا نشوفوا شنو كاين تما، نعاودوا نشوفوا تما. كما قلت لكم في اول فيديو، انا اول مره غنمشي لهاد البلايص هادو كاملين، اول مره غادي نكتشفهم، فنخليونا مع بعضياتنا ونشوفوا شنو كاين تما. غادي في الطريق باش نمشيو للاكتيفيتي الاخيره ديال الغواصه. بان لي هذا المنظر زوين، وقفت قلت نصورو حتى هو. عرفتي ريحه البحر زوينه كترد الروح بصراحه، كتهدأ الاعصاب، كتحيد الستريس كامل، فقلت نصورو لكم هذا المنظر هذايا. نتمنى تستمتعوا به. بعد ما سمعتنا بمنظر جميل ديال البحر، مشينا لاخر اكتيفيتي اللي درنا في ريموسكي، اللي هي مشينا لهاد الغواصه. هذه غواصه حقيقيه، غواصه ملكيه، كانت تصنعت في عام 1963 في الحرب العالميه البارده. من بعد في 2009 تحولت حولوها المتحف. نورمالمون هي كانت في اونطاريو، وحولوها من بعد هزوها وحولوها وجابوا ريموسكي. ولا من بعد غادي ندخلوا فيها جوله من الداخل. في الايام العاديه قبل الكوفيد وقبل هاد المشاكل كلها، كان عندك الحق انك تدخل تبات فيها تما، تنعس فيها فين كانوا كينعسوا الغواصه البحاره اللي كانوا تما. فاش كنجيو ندخلوا كيعطيو واحد بحال واحد الانترفون صغير فيه جميع المعلومات عليها. في اي بلاصه كتدخل كتورك على الرقم ديال البلاصه اللي انت فيها،
وكيبقاو يعطيوك المعلومات على هذه البلاصه هذيك، تيعطيوك التفاصيل عليها. حاولت ما امكن نصور بولدي، مل لقى داكشي ممل، قال لي هادشي ماما ممل، فبقى كيتحرك بزاف وتيقيس بزاف، فكان جاني شويه شويه تصوير يعني، جاني شويه صعيب. حاولت ما امكن انني نصور لي ديتاي. هنايا كاينين لي تواليت، الدوش، لي شامبر ديال هنايا نورمالمون لي تواليت، لي شامبر اللي كانوا تينعسو فيهم، لي شامبر اللي كانوا تيجلسو فيهم. هما قالوا يعني، اللي انا سمعت المعلومات قالوا انها يعني خدمه صعيبه بزاف، فاكثر غواص كيبقى فيها تيكون عند المده ديالو اكثر حاجه 15 سنه، لان هي مهنه صعيبه بزاف هنا فين كينعسو. فهداك الشيء علاش قالك اغلبيه تاع الغواصه كتلقاهم اقل من 35 سنه، الغواصه ديال البحاره ديال اللي تيكونوا في الغواصه يعني اللي خدام فيها. فوالا هنايا هذه لا شومبر ديال اللي كيلعبوا فيها وتيستمتعوا فيها وكل شيء. هنا فين تينعسوا، لا كويزين، المهم كاين بزاف الحاجات في الفيديو. كما قلت لك الغواصه صغيره مضيقه، ولدي كان كيتحرك بزاف، هذه لا كويزين كان كيتحرك بزاف، فكان عندي صعيب انني نصور يعني داكشي واضح زوين، فحاولت ما امكن انني نصور. المهم قبلوا على داكشي اللي عطى الله. هذاك حاشاكم اللي تيلوحوا البوبيل، هذيك المدوره، هذيك لا كويزين، فوالا هي واضحه عليها الكويزين اكثر. من بعد غادي نزيدو القدام، داك الفور وكل شيء. هذه هي شامبر، شامبر بلوس شويه لوكسيور، فين تيلعبوا الكارطه، فين تيديروا زاكتيفيتي. هذه هي الكارطه ديالهم، واحد ديال واحد اللبسه ديالهم حاطينها، ولا هنا في الليلي ديالهم. هنا من بعد كتدخل، هادو بيبان صغيورين. وهذه من بعد خرجنا، هذه مناره حتى هي قبل الكورونا كان عندنا الحق نطلعوا فيها، مي مع الكوفيد ما بقاش الحق في حتى حاجه، كلشي تمنع. هذا واحد جوج تاع الغواصه كيغوصوا تما لابسين ديك اللبسه وكلشي. هنا صافي، هنايا الرجوع الى المنزل، هذه بومبيير لا بورت دخل ديال كيبيك. من بعد كنكملوا منها، تيبقى لي من هنا 130 كيلومتر باش نوصل للدار. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. بون باقي تشوفوا منظر شويه ديال الطريق، نخليكم مع الفيديو. ندخل الدار نديو الطوموبيل نديرو ليها واحد تدويشه حتى هي، دخلناها دوشنا ليها. قلت من هذا مشاركت معكم كلشي، نشارك معكم حتى الدويشه ديال الطوموبيل. فلا سي دخلنا على اللافاج. رجعنا للدار صافي، كملت المغامره ديالنا، كملت الرحله ديالنا. كانت التوتال ديال الرحله لمده 5 ليالي و 6 ايام، تقريبا كانت 1350 كيلومتر. صراحه كانت مغامره زوينه، كانت رحله زوينه. بورتون عذبوني ولادي شويه، يعياو اما موندوني مع الطريق ومع لوطيلات ومع دخول وخروج مع هز الباجاج ومع تبدل عليهم كل شيء، عذبوني شويه. واني استمتعنا بها الرحله، اكيد غادي نعاودوها مره اخرى. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا كما استمتعت حتى انايا.
ونتمنى تكون عجبتكم، عجبكم لي فيديو، عجبتكم القناة. ما تنساوش الا عجبتكم ديروا ابوني، ديروا لايك على الفيديو اللي تعجبكم، وتخليوا لي كومونتير الحاجات اللي عجبكم واللي ما عجبكمش. والفيديو القادم ان شاء الله. باي باي.